علي بساق العرش نورك علي العلم جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف ونجيل وآدم من عصا ربه باسمك يا علي تقرب يا علي رب اسم النبي الهادي وباسمك دهر يتوسل يسر بالسر عذت موسى وناصر كل نبي مرسل عصاه انت لسر الثعبان وكل ساحر سجد واختال صبرته وعبرت الفرعون هلكت من طب يا علي فرعون وخسف قارون يا شهب على جند ابليس يا مهر النبي سليمان يا محضر عرش بلقيس يا رافع لابن مريم عيسى وقبل عيسى ادريس برد وسلم لابراهيم نار البل سما تلهب يا علي برد وسلم ذيك النار وانت النصر بالتابوت بالجب من عذت يوسف وعذت يونس ببطن الحوت انت الفن على اهل اللات وانت الصخط وانت الموت يا مدمر ثمود وعاد يا نقمة وعذاب الصب يا علي يا صبيا صاجعة نمرود بيدك هالفلك دوار حكم الغيث حكم الريح حكم الخلد حكم النار بإذن الله تحت إيدك والكون الذي مركب يا علي. ولذلك الإمام علي وقت اللي حكي ببعض أمور الغيب وقال له هذاك من بني كلب قال له يا أمير المؤمنين إنك تتحدث بالغيب قال له يا أخا كلب هو علم من ذي علم علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله أنا بتعلمه من النبي أنا مدينة العلم علي على خلق علي المن علمت جبريل علي المن علمت بعد شوية الله علي المن خلقت الله بعد شوية هيك صرنا علي اللي طلع يونس من بطن الحوت وعلي اللي نزل الغيث من السماء وعلي اللي أدار الكون وعلي اللي خلقنا وعلي اللي صورنا وعلي اللي ما بعرف مين كمش سفينة نوح وعلي اللي هذا كفر حرام ما بيقبل علي من أبي شو معنى قول علي عليه السلام هلك في اثنان محب غال ومبغض قال ما خصنا بس عندنا رواية دار الأمر طلع الكون نزل ما بعرف شو فاضل الطوفان هو مسك كل شيء وين الله الله وين دلوني الله اللي بيقول وبيده مقاليد السماوات والأرض بيده ما قال بيدي علي قال بيدي أنا أحب علي يقول بيدي علي بس ما آخر شيء بنطلع نحن وهابية ما نفهمش وهني اللي بيفهموا دين هاي قرآن والله مش قرآن قرآن خل أما ما بنؤمن بالقرآن يقولوا هالقرآن محرف وخلصونا تحريف القرآن لا 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 احنا ما نعتقد تحريف القرآن القرآن سالم صحيح نقطة زيادة حروف كلمة ما بي لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن محفوظ من الزيادة محفوظ من التغيير محفوظ من التحريف تحريف ماكو الآية هكذا كانت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها خلص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول لك كلام لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن السلطة كان موقفهم ضد آل محمد شو طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها صار ما صار